اهلا بحضراتكم من جديد قبل ما ادخل في فقره التوب نيوز عايز ابارك لفتياتنا اللي امبارح توجوا بالتاكيد بالبطوله السوبر المصري بعد التفوق على سبورتنج ملكات السله بالامس توجن بالفوز بكاس السوبر في بدايه الموسم وفي مستهل هذه او هذه البطولات في موسم كره السله انطلاقه جيده بدايه جيده للجهاز الفني اكيد يعني الفوز على سبورتينج دفعه قويه جدا ألف مبروك، أكيد قفلوا الصفحة هيشتغلوا على البطولات اللي جاية، ولكن احنا شايفين الفترة الأخيرة النشاط الرياضي عامل إنجازات رائعة جدا في كافة المجالات، بنتكلم على كرة السلة، كرة اليد، كرة الطايرة، طبعا بخلاف طبعا إنجازات فريق الكورة، بأمانة احنا بنشوف طفرة رياضية على مستوى عالي جدا، فكانت فرصة مهمة، احنا النهاردة في بداية التوب نيوز لبرنامج الترند والخبر اللي كان مهتم بيه جدا كل المتابعين لكرة السلة بالأمس على السوشيال ميديا تتويج ملكات السلة بلقب كأس السوبر المصري بعد التفوق على سبورتنج، ألف مبروك لفتياتنا هذا التتويج وشايفين طبعا دكتور محمد شوقي ممثل مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج وحصول بنات الأهلي وسيدات الأهلي على المركز الأول والفوز بكأس السوبر المصري.